له الشاي والكيك، هيبقى له كلمة مع العيال بعد كده. كل، ما تتكسفش، مد ايدك يا رمضان. رمضان؟ ما تحبكهاش بقى، خليك كول في اللذيذ. طيب، يقول قيس بن الملوح على لسان امير الشعراء احمد بيه شوقي. ابني من الملوح ده مش كان البوي فريند بتاع ليلى؟ لا يا اخويا مش البوي فريند، اسمه كان بيحبه. That's what I'm talking about, mate. That's what I'm talking about. ده اللي كنت عايز اسمعه. يا اخي ده انت في البيت حاجة وفي الكلاس حاجة تانية خالص. استغفر الله العظيم. خلينا في الدرس اللي احنا فيه لو سمحت. اوكي. كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي وعلاتي. قول وراي. كم جئت نجلة بأسباب نجلة؟ نجلة مين يا أخوي؟ سوري. اسمها ليلى. سوري. أنا واحدة يا أستاذ. أيوة يا شيري. أنا في الدرس مع أستاذ رمضان الملوح ده. سوري يا أستاذ، المعلومات دخلت بعضها وكده. Oi, listen, Sherry, you better come quick, seriously. This guy is gonna go crazy in a few minutes. But listen, just come now, yeah? Please, come now. Bye. ايه ده بكيك يا باشا؟ اجيب لك مكرونه فرن. عاملين مكرونه فرن حكايه النهارده. يا عبدو! ملوش لزوم. لو سمحت شوف لي الدوره. الدوره؟ ايوه، دوره الميه. It's a bit busy right now. Listen, my dad is. I think he's gonna occupy. يا ابني شوف لي الحمام بقول لك. It's a bit rude to raise. خلاص الحصة خلصت. You're in my house now. الواد رمزي بيقول لك الأستاذ رمضان هيموت ويدخل الحمام. خليه خلاص اللي كان بيعمله فينا. والله العظيم يا رب. يا ابني شوف اللي في الحمام. الله 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 الله. عمري ما حصلت لي. يا رمزي اتصرف يا رمزي، عيب انا عندي السكر. عندك السكر؟ ايوه. من امتى عندك السكر؟ من دلوقتي، جالي دلوقتي. عايز حاجه؟ يا ابني خلصت، حرام عليك. اصبر شويه يا استاذ رمضان. ليه يعني؟ معقول الوزير يكون في الحمام وحد يخبط عليه؟ يعني هو الوزير يدخل الحمام والشعب يعملها على روحه؟ بيبي. الله 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 الله. استاذ رمضان. الله 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 الله، ما ترجنيش ما ترجنيش، انا على الاخر. عم الشباب كلهم والله العظيم. اهلا يا اخويا. ليك شقه حبيب؟ ليك شقه. البوس الكتير ده بيعجل بيه. رمزي ممكن اخش حمام؟ اه طبعا. الشمال حبيب قلبي. شمال ايه دي؟ انا ايه الاول؟ ايه اللي هو الشمال؟ اصبر، رايح فين؟ يا رمزي عيب كده. يا ناس اهديه، مش خرابه هنا ولا هنا؟ يلا يا ابني، يلا يا حبيبي. جرى رمضان على اخر الزمن شويه عيال هايفه زي دي تعمل في كده؟ ولا تزعل نفسك، خلاص انا هنزل اشتغل تاني من بكره. نزلي تشتغلي ليه؟ ما معكيش راجل ولا مش عارف اصرف عليكي ولا يمكن المعجبين وحشوكي والاضواء؟ اسمع ما اقول لك، لو فتحت الموضوع ده تاني وكل واحد يروح لحاله، فاهمه ولا لا؟
فين؟ فين؟ في الكباريه حالا على رمضان. شغل الاغنيه يا شهاب. نو نو اتس اولد مان. فاكس رمزي اسمع بس. يا ابني بقول لك شاب مش عارف اسكت. انا متشكره جدا لحضرتك انك جيت. قلبي معاك يا ام امير، الف سلامه. الولاد مالهمش سيره ومش عايزين حد غيرك. أرجوك يا أستاذ رمضان تقف جنبي، أنا وابني مناش حد غيرك. صلي على النبي، أرجوك اهدوا العيالي. أهلا أهلا، ألف سلامة يا أم رمزي، ألف سلامة. وبلغي معالي الوزير تهانيني وقولي له إن شاء الله شدة وهتعدي إن شاء الله. دي حاجة بسيطة، شوية موز ينقناه فيهم هنا. مسكي حضرتك ما تكسفيش. أما الكنتالوب اللي تحت دهون يسقعوه وياكلوه في فترة النقاهي. والله أنا كنت ناوي أجيب فراولة بس لقيتها معفني، قلت خسارة فيها الفلوس. أما في العيال. اتفضل. السلام عليكم. مكانك مكانك أنت وهو. معاكم عذركم، مفيش قيام ولا حاجه. وايه الورد ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. احنا الزلزال لما قام في بلدني نص البلد ماتت، محدش قال لنا سلام عليكم. اسفين يا استاذ. اسفين على ايه يا اخويا؟ ما حصلش حاجه. اسمع يا عادل توهوه، انا اهم حاجه عندي ان تشدوا حيلكم، الامتحانات قربت وهتنجحوا غصب عنكم، وهنبدا المراجعه من دلوقتي. البيت الشعر اللي هقوله يتعرب ورايا على طول. كم جئت نجلة ليلى يا استاذ. والنبي دلوقتي بقت ليلى. اه يا كلاب اه يا كلاب. We'll never forgive ourselves for what we did to you. ايه دي ودلوقتي لخبطي؟ بيقول ايه الواد ده؟ هو بيقول لحضرتك ان احنا مش هنسامح نفسنا اللي احنا عملناه. خلاص استاذ رمضان. نعم. ممكن اروح حمام؟ الحمام؟ لا سوري يا حبيبي معلش، وزير الصحه في الحمام. ها وطبعا ما يصحش نخبط على الحمام والوزير جوه. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اسمعوا يا اولاد، انا عايزكم تشد حيلكم وان شاء الله ربنا ياخد بيدكم، وانا شخصيا معاكم ليل ونهار لحد ما تنجح بعون الله. واحنا تحت امرك في التكاليف يا استاذ رمضان. تكاليف؟ تكاليف ايه يا مدام؟ دي كلام، دول عيالي. وبعدين انت تقولي كده وانا جايب لكم موز وكنتالوب عدى ال 15 جنيه. انا تكلفتي لما ينجحوا بالسلامه هيبقوا شويه شربات وحتتين كيك. اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه، مالك بيه خليك في حالك مش فايقه. احبوها من كل روحي ودمي. تعرف عني كل تفاصيل حياتي يا سيدي، برافو معايا ورايا وعارف خطواتي يا سيدي. عرفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي. انا ان قدر الاله وفاتي لا ترى الشرق يرفع الراس بعدي. باللغه العربيه الفصحى استيقظ وركز واصحى. باللغه العربيه الفصحى. من اجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخلي. شوف الكلام خلي. بينما باللغه العاميه اللي يكسر قلبي وليا. بينما باللغه العاميه اللي يكسر قلبي وليا. والمواشي كثيره في ضياعي والطريق الطويل بالخير عامره. كسبتوني يا مواشي كسبتوني. دول 26,000 جنيه، كده يبقى فاضل لنا بكره في المخروبه دهيا وندفع الشرط الجزائي اللي عليكي واخدك ونروح البلد ونسيب المكان الموبوء دهون. يا ساتر. عارف يا رمضان، شوقي مكلم الناس كلها عشان يرجع يشتغل معايا. اله ما يوعى يرجع. اله يضرب في مصارينه ايه ولا بحاجه؟ النبي يا رب. ومتنى قبل